في سطور قليلة نروي قصة كفاح عمرها يتخطى 4 عقود. قصة كفاح لرجل آمن بأن التحدي لا ينتظر، وأن البذل والعطاء على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كانوا عنواناً لرحلته. تجاوز إنجازه حدود الوطن وصار شخصية دولية تحظى باحترام العالم وتقديره. حصلت مؤسساته الاقتصادية على العديد من الجوائز العالمية: جائزة السلم الذهبي من إيطاليا، جائزة اليونيدو للإبداع والابتكار على مستوى إفريقيا، وجائزة منظمة الإمبكس للابتكار من الولايات المتحدة، جائزة أكبر مصدر للسوق اليابانية، وتوج هذا الجهد بجائزة الاتحاد الأفريقي باختياره أفضل صانع على مستوى القارة لعام 2018، فضلاً عن جائزة البحر المتوسط العالمية في الاقتصاد والأعمال التي نحتفل بها اليوم. على مدار رحلته لم ينفصل محمد أبو العينين عن قضايا وطنه السياسية. منذ أن أصبح عضواً بالبرلمان المصري لمدة 20 عاماً، شارك خلالها في صياغة التشريعات وصناعة السياسات العامة للدولة، ثم تجاوز حدود الوطن لينتخب بالإجماع من برلمانات 41 دولة رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما انتخب من برلمانات 37 دولة بحوض المتوسط رئيساً للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، حتى تم اختياره في عام 2013 رئيساً شرفياً لها مدى الحياة. بصمات ملموسة وضعها محمد أبو العينين في الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المحلي والدولي في خدمة القضايا المتوسطية ودعم الأمن والسلام وتعزيز التنمية. نجح في تصحيح موقف العديد من البرلمانيين وقادة الرأي والسياسيين حول ثورة 30 يونيو من خلال لقاءات مباشرة ومشاركات في العديد من المحافل الدولية. البداية كانت في عام 1974، كان عمره 23 عاماً، ابن لأسرة مصرية أصيلة. تخرج من الجامعة ليبدأ على الفور رحلته، وكأنه يحمل في أعماقه طموحاً مختزناً منذ الصبا يدفعه لأن يبدأ مبكراً رحلته في عالم الأعمال. فسافر إلى ليبيا وأسس شركة برأس مال بسيط كان دورها التواصل مع المنتجين العالميين، فتح المجال أمامهم للدخول إلى السوق الليبية كوكيل لكبرى شركات السيراميك العالمية. في عام 1976 عاد الشاب المصري محمد أبو العينين محملاً بطموح أكبر لاستثمار طاقاته في وطنه. ومع التحول الاقتصادي الذي شهدته البلاد في منتصف السبعينيات، عمل بالتجارة الدولية بين مصر وأوروبا وأسس شركة تجارية بالمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد. كانت نقطة التحول في عام 1979 عندما قرر الانتقال من التجارة والاستيراد إلى الصناعة، واتخذ أجرأ خطواته لغزو الصحراء. وبالفعل تحقق الحلم وأنشأ أول مصنع للسيراميك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وسط صحراء 10 من رمضان، فكانت الانطلاقة الأولى. المصنع الواحد أصبح عدة مصانع ذات أنشطة متعددة ليستحوذ على 60% من السوق المصرية في السيراميك، لتصبح كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في هذا المجال، ولتغزو بمنتجاتها أسواق 108 دولة بما فيها اليابان التي تصدر للعالم وتستورد السيراميك فقط من مصر. بوازع وطني شارك في مشروع شمال غرب خليج السويس لتحقيق التنمية المتكاملة بهذه المنطقة الواعدة بعد أن شارك في تطهيرها من الألغام. إنه الإصرار على النجاح يدفعه مرة أخرى برؤيته ليغزو الصحراء، هذه المرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. قرار جريء لرجل يمتلك الإرادة والتصميم أن يتجه إلى شرق العوينات، إلى النوبرية، إلى 10 من رمضان، إلى شرق السويس، إلى وادي الملاك، إلى سهل الطينة، ليؤسس
كليوباترا للتنمية الزراعية التي أنشأت 6 مزارع نموذجية عملاقة تصل إلى عشرات الآلاف من الأفدنة. بخطوات وثقة يمضي في مسيرته مواكباً للتحول العالمي نحو التكنولوجيا الحديثة، ليؤسس كليوباترا سيليكون فالي أول وأكبر مصنع لإنتاج البطاقات الذكية على المستوى الإقليمي. ومع إيمانه بأن السياحة هي ميزة مصر النسبية، سارع في اقتحام هذا القطاع الواعد، وأقام كليوباترا للتنمية السياحية. تمتلك الشركة مشروعات رائدة في أكثر المواقع جاذبية في مصر والشرق الأوسط، كان آخرها إنشاء مجمع سياحي متكامل على ساحل البحر المتوسط، ومشروع مرسى وزر وهو مجمع سياحي متكامل على البحر الأحمر. مع النمو السكاني والاقتصادي تطلعت شرائح عديدة من المصريين نحو نمط جديد للمعيشة، فوجهت مجموعة كليوباترا دفتها نحو قطاع البناء والعمران، وأسست كليوباترا للتنمية العقارية تلبية لهذه التطلعات، مشروعات سكنية كبيرة تهدف إلى تحسين أسلوب حياة المصريين. وباعتبار الإعلام اللاعب الرئيسي لضمان حرية الرأي والتعبير، أطلقت مؤسسة كليوباترا ميديا التي تشمل شبكة تلفزيون صدى البلد وموقع صدى البلد الإخباري. كل هذه المشروعات فتحت آفاقاً جديدة للعمل لما يزيد عن 25,000 عامل هم أسرة كليوباترا للصناعة والاستثمار والتنمية والإعلام. وانطلاقاً من إيمانه بمسؤوليته الاجتماعية، لم ينسى محمد أبو العينين أبناء وطنه، فأقام مؤسسة أبو العينين الاجتماعية، وهي منظمة غير حكومية تسهم في تحقيق التنمية البشرية بكل مستوياتها، ودعم التعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة وتأسيس شبكة أمان اجتماعي لغير القادرين. وعلى المستوى الإقليمي العربي أسهم في تأسيس مؤسسة الفكر العربي في عام 2001. إنه واحد من رجالات قلائل تحدوا بإرادتهم الظروف وحولوها إلى نجاح، مثال للتحدي والإصرار، لرجل آمن بالحلم، زرع الأمل، اجتاز الصعاب، اتخذ العلم والإرادة والتخطيط سلاحاً، فأصبح نموذجاً للنجاح وبطلاً لقصة كفاح ملهمة. محمد أبو العينين الاقتصادي المصري.